وهنرجع لمعرض القاهرة الدوري للكتاب وفعاليات معرض القاهرة الدوري للكتاب. حين معهد الشرقة للتراث ليه مشاركة مهمة جدا في معرض القاهرة، وكمان المشاركة دي بتتسق مع شعار المعرض ومحاوره المتعلقة بالهوية والحفاظ عليها في ظل التحديات اللي بتواجه تراثنا وهويتنا. معنا على التليفون دكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشرقة للتراث، هيكلمنا أكتر عن مشاركة المعهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا بيك يا فندم. في البدايه نعرف مشاهدينا بمعهد الشارقه للتراث ودوره في توثيق وحفظ التراث وايضا التعريف بتراثنا العربي المشترك لو سمحت. معهد الشارقه للتراث هو معهد ثقافي اكاديمي من المعاهد المصنفه من قبل يونسكو كمركز دولي لبناء القدرات ومختص في الوطن العربي. يتبع المعهد مركز يسمى مركز التراث العربي المعني بحفظ وصون التراث العربي، وهناك طبعا إدارة متخصصة في المحتوى والنشر هي التي نشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتصدر 50 كتابا كل سنة بالإضافة إلى مجلة علمية متخصصة وأيضا مجلة ثقافية منوعة تعنى بالتراث الثقافي. المعهد يعني له عدد كبير من الأنشطة العلمية والثقافية والتظاهرات أيضا التي تسعى للتوعية بالتراث بأهمية التراث وأيضا التثقيف والتعليم. طيب دكتور عبد العزيز، عايز اعرف من حضرتك شكل المشاركه في معرض القاهره الدولي للكتاب، وازاي تم التنسيق مع حضراتكم عشان تكونوا موجودين في القاهره في هذا العام. نحن نشارك الان للمره الرابعه، ونشارك طبعا من لدينا بيننا وبين الهيئه المصريه العامه للكتاب اتفاقيه تم التوقيع عليها مبدئيا والآن تم اعتمادها، اتفاقية للنشر المشترك، وهناك عدد من الأنشطة المشتركة. فنحن نشارك من خلال جناح في القاعة الرئيسية لعرض كتب المعهد، وأيضا للقاء بالدارسين والباحثين في مجال الموروث الشعبي العربي، وأيضا نشارك من خلال البرنامج الفكري، فقد شاركتنا شخصيا بجانب الدكتور احمد مرسي مؤسس المعهد العالي للفنون الشعبيه في مصر في ندوه حول التراث والمستقبل. اذا فنحن نشارك في المعرض كشيء بشكل رئيسي وايضا في البرامج الفكريه. طيب دكتور عبد العزيز، يعني بما ان احنا بنتكلم على الحفاظ على الهويه وعلى التراث، في راي حضرتك يا فندم ايه اهم المخاطر او المخاطر الابرز اللي بتهدد تراثنا المادي والغير مادي، وازاي نقدر نحافظ على تراثنا كمان للاجيال القادمه في المستقبل؟ هو قد يكون يعني الخطر الذي يحيط بالتراث المادي يمكن تلافيه والحفاظ عليه بحكم ان التراث المادي شيء ملموس يعني الحفاظ عليه اسهل من التراث غير المادي، والغير المادي او كما نسميه ايضا التراث المعنوي هو يعني منظومه من العادات والتقاليد والادب الشعبي والمعارف الشعبيه والفنون، هذه هي المعرضه للخطر لاسباب كثيره، يعني منها ابتعاد الاجيال الجديده عن جذورهم وانبهارهم الكبير في الحقيقة بالغرب وبالحضارة الغربية، وطبعا لا ضير من الاستفادة من الغرب ومن كل الشعوب سواء في الشرق في اليابان، ولكن أن نكون نسخة منهم فهذا شيء يعني مجحف في حق ثقافتنا وتراثنا العريق. أيضا هناك مشكلة يعني المؤسسات التعليمية والأكاديمية أيضا لا تلقي الاهتمام بالتراث الثقافي كما تسميه اليونسكو او التراث الشعبي، وانما تجعله دائما على هامش الـ الـ يعني المنظومه العلميه والمنظومه المعرفيه، وهذا ايضا يجعلنا في يعني في خوف من ان نفقد الكثير من تراثنا
في ظل هذا الإغفال وهذا الإهمال، وأيضا في ظل التقليد والانبهار في الغرب. طب حضرتك اتكلمت على اليونسكو وفكرة التعامل مع التراث العربي تحديدا، إيه شكل الأروقة اللي ممكن نمشي فيها إحنا كعرب مش عايز أقول الضغط على اليونسكو، خلينا نقول التنسيق مع اليونسكو للاهتمام بالتراث العربي؟ يعني هناك الآن جهود طيبة يعني تبذل من خلال تسجيل عناصر التراث الثقافي العربي. كما تعلم مؤخرا يمكن الوطن العربي اجتمع من خلال عدد كبير من الدول، دول الخليج ومصر والمغرب وتونس، بتسجيل الخط العربي، وهذه كانت خطوة جميلة، لأن الخط العربي واحد من أهم الخطوط جمالية، واللغة العربية كان أيضا في الخط العربي، وأيضا كان في التطريز الفلسطيني. التطريز الفلسطيني نعم، لكن الخط العربي هو الأشمل، يمكن التطريز الفلسطيني كان ملف خاص في فلسطين، ولكن الخط العربي كان ملف عربي شامل. وكما تعلم يعني حاولت مثلا تركيا التدخل لوقف هذا الخط وتسميته الخط الإسلامي، ولكن طبعا لم تكن لهم حجة. وهناك كثير من الثقافات التي تستخدم الخط العربي في لغاتها، مثل فارس واللغة السواحلية وغيرها تستخدم الحروف العربية، وأيضا اللغة الهندية اللي هي التي تسمى الأردو تستخدم الحروف العربية. لذلك هم حاولوا الضغط لعدم تسمية يعني تسجيل الخط العربي كعنصر للثقافة العربية، وإنما عنصر إسلامي، ولكن الحمد لله تمكنت الدول العربية من إدراجه على القائمة التمهيدية. وهناك طبعا عدد كبير من الأشياء المشتركة، العرب سجلوا القهوة وسجلوا فن الصقارة أو الصيد بالصقور، وسجلوا يعني كثير من الأمور المشتركة التي نتفرد بها نحن كعرب وأثرنا فيها على الآخرين. والتسجيل ده بيحمي بعد شوية ما تجيش دولة من الدول الأخرى تتبنى أي حاجة من الموروث الثقافي العربي وتنسبها لنفسها زي ما شفنا في بعض الأمور، ودي أهميتها. كثير من يعني الدول انت عارف يعني اسرائيل تسعى مثلا تسجيل كثير من الامور اللي هي فلسطينيه او عربيه مثلا على قائمه تراثها، وهناك كثير من الدول يعني حتى الشكل المعماري، هناك مثلا في الاندلس الان وفي شبه الجزيره الايبيريه في البرتغال وغيرها، هناك كثير من التاثيرات المعماريه العربيه الاسلاميه، وايضا وهم يحاولون احيانا سلخها من انتماءاتها العربيه، لكن الحمد لله الان في وضع اليونسكو نحن نحاول ان يعني الدول العربيه كلها مجتمعه ان تتكتل للتسجيل ول يعني اثبات هذا الانتماء العربي. لكن نحن انت يمكن تفضلت قلت لا نريد ان نضغط، نحن المشكله احيانا تفرض علينا بعض الامور من خلال اليونسكو ولكن بالرؤيه الغربيه. وانا رايت سعي اليابان مثلا لفرض رؤيتهم ولكن بمعايير اليونسكو. نحن احيانا نرضخ يعني قد ما يناسب الغرب في شيء ما لا يناسبنا، ولكن نحن ممكن ان نلتزم بالمعايير ولكن برؤيتنا، وهذا ما تسعى اليه يمكن اليابان وكوريا في كثير من الامور، بانهم نعم نحن نقبل بان نسجل ولكن الرؤيه يجب ان تتغير او المعايير تتغير جزئيا بما يناسبنا. بالتاكيد. دكتور عبد العزيز مسلم رئيس معهد الشارقه للتراث، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.